مقابلة كنا تنتظرها تكون قوية حكم قيمة الخصم فعل مرحلة الفراغ اللي تعيش كذلك تذبذب في النتائج. احنا من جانبنا كنا تنعرفوا بأنها مقابلة لن تكون حاسمة، لكن نقاط ديالها كانت مهمة، يعني استعدينا بما فيه الكفاية. أظن بأنه قراءتنا للخصم كانت جيدة، أجبرناهم ما مرة باش يعتمدوا على اللاعب الطويل الذي لا يناسب أسلوب لاعبهم، هذا من جهة. من جهة ثانية كنا حاضرين في الثنائيات في النزالات اللي فيها بوكو دامباكت، الدليل بأنه كانوا تصفروا بزاف الأخطاء، كانوا بطائق صفراء، كانوا بطاقتين حمراوتين كذلك، تهما اللي بعثروا يعني أبخي زعما الكارتون روج ديالنا. حنا كانوا فراغات، مي على العموم تتبقى نتيجة يعني زعما عادلة نظرا للمحتوى ديال المقابلة وما قدمه الفريقان. وبالنسبة لنا كان نقطة من الناحية الرقمية، وخصنا
إلى أخذنا بعين الاعتبار كذلك نتائج الفرق المنافسة التي يهمها أمر النزول فهي نقطة جد مهمة، ولا أخذنا بعين الاعتبار كذلك ما المباريات المتبقية لكل فريق، أظن بأنه كنا تنقلب على الفوز. أظن بأنه في مستودع الملابس كانت لن أقول حصرة، لكن زعما لا غروند جوا ما كناش فرحانين بهذه النقطة، مي أتي تغوبوزي زعما بحكمة وبتبصر حتى النقطة كانت إيجابية غادي تنفعنا في يعني في الحصيلة الرقمية النهائية من هنا نهاية الموسم. أظن بأنه المقابلة الرجاء كانوا فير بلاي، يعني احترموا مبدأ تكافؤ الفرص، لعبوا بجدية كبيرة، ما كانوش فرص كثيرة وكانوا زعما ما كانش تهديد حقيقي على المرمى، محاولتين زعما سانحات يعني اللي زعما اللي كانوا يتسجلوا منهم أهداف للفريقين، الحارسين كانوا حاسمين كذلك في تحقيق النتيجة. سيناريو المقابلة يعني لم يكن منتظرا من الجانب ديالنا، يعني خروج اضطراري ديال كياني بعثر الأوراق ديالنا، كذلك البطاقة الحمراء البطاقة الصفراء اللي خدها بوكسير، وانا تي اوبليجي باش نلقاش هو تيخدم في واحد المنطقة اللي فيها بوكو دو دويل بوكو دو نزالات، خفنا عليه ياخذ كارتون روج، كانوا لاعبين اخرين كذلك اللي عنده 7 البطاقات الصفراء كان يلعب باحتياط. مجموعة من الأمور يجب تدبيرها وإكراهات نعيشها بشكل يومي، وفوالا كون بخي بالربعة المقابلات الأخيرة إن شاء الله. بون كيما كان منتظر، مقابلة صعيبة بالنسبة لنا احنا ضد منافس يمر فترة انتعاش قصوى خاصة على أرضية ميدانه، تقريبا في مرحلة الإياب المقابلة كل فاز بهم. الأولاد بقصروش على مستوى البلوك كيب، على مستوى افتكاك الكرة، التحولات اللي عملناهم خرجنا العديد من مرات في وضعيات نتاع هجوم سريع، مالوريزمون ما عرفناش كيفاش نترجموهم الوضعيات هذوما بهدف يعطينا الأسبقية. كيما هو ميم طون زاد كيف فريق طنجة كان عنده هجمات سريعة القدام، كان واجب علينا باش نكون واقفين كما يلزم باش نوقفوا له الخطورة نتاعهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.